بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإني أرجو إن شاء الله وأظن وأحسن الظن بالله أن رمضان هذا العام سيكون أنفع رمضان مر عليك منذ ولدتك أمك بإذن الله عز وجل، وستكون هذه الأزمة، أزمة الوباء العالمي عام 1441، ستكون بإذن الله وستتمخض عن نفع عميق وعظيم للإسلام والمسلمين، ولك أنت في خاصة نفسك بإذن الله عز وجل إذا أحسنت العمل وأحسنت النظر. أيها الإخوة، سمعت كثيرا تواجد كثير من عوام المسلمين على المساجد وعلى رمضان وعلى كذا، وأنا أنظر إليه من زاويتين. من زاوية أنه تدل إن شاء الله على حب للمساجد وتعلق وكذا وحب للدين، هذا من ناحية، لكن أنظر إليه أيضا من ناحية أخرى، أن أحيانا يختلط عندنا حظ النفس بإرضاء الرب جل وعلا، ويختفي عندنا أو نغفل عن المفهوم الأعظم للعبادة. المفهوم الأعظم للعبادة ليس إرضاء النفس، وإنما إرضاء المعبود جل وعلا، ولا يكاد يميز هذا من هذا إلا بصير. فالتدين والروحانية هي غريزة تطلبها النفس الإنسانية مطلقا من كل بني آدم، مسلمهم وكافرهم، هذه غريزة. النفس تحتاج إلى تدين، تحتاج إلى قوة قاهرة تلجأ إليها وتستغيث بها، تحتاج إلى روحانية، هذا لا ينكر. لكن أنا أخشى أن بعض الناس يقف عند هذا الحد، فتجد عندما يتكلم عن رمضان يتكلم عن الروحانية فقط، والأصوات الأئمة في الفضاء، تعطير الأجواء، والفعاليات اللي كانت يعني القنوت والبكاء وكذا، لكن في داخلها ما في مسألة اللي إرضاء الرب والتعبد لله والبحث عن مراده ونحو ذلك. ولذلك كان هناك ظاهرة يعني تلحظ كل عام، تجد كثير من إخواننا يتأثر في التراويح وفي القيام ويذهب إلى مكة، وتجده متأثر في الشهر، يعني عنده مسألة الروحانية زائدة، لكنك تفاجأ ليلة العيد أنه يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويفعل أشياء ويعود إلى حالة الأولى، ويسافر إلى دول موبوءة بالفساد، ويتكرر هذا معه كل عام. فهذا ما ميز في العبادة بين حظ نفسه وأنها تريد نوع من الروحانية والهدوء في هذا العالم الصاخب، وبين إرضاء ربه جل وعلا. لهذا أقول إن رمضان هذا العام سيكون أنفع وأعمق، حتى لو كان الناس الآن يبكون وتوجدون ويقولون ما في مساجد، ما في تراويح عامة، ما في كذا، ولو الرب جل وعلا أراد هذا الشيء إذن هو له حكمة، ونحن دائما مع مراده جل وعلا، ونحن دائما نحسن الظن به. ويا عجب للمؤمن، سواء فرد أو أمة أو مجموعة، أمره كله خير، إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء. والمؤمن إذا نظر إلى أي حدث من ناحية مراد الله عز وجل سيتجلى له بعض الحكمة فيه. لا شك إن هذا الوباء الميت الذي مات فيه من المؤمنين شهيد بإذن الله، لأن الأحاديث كثيرة أن الطاعون شهادة لهذه الأمة، وهذا طاعون ولا شك، ينتقل بالعدوى، وحتى الإجراء معك الإجراء مع الطاعون، والذي سلمه الله منه يعيش حميدا إذا انتفع. أيها الإخوة، خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس، خير العبادة ما أكرهت فيه النفوس، خير العبادة وأعماقها تأثيرا وأبعدها في النفس الإنسانية وفي القلب ما أكرهت فيه النفوس. ثانية أو دقيقة من عبادة تكره فيها نفسك لإرضاء ربك سيكون أثرها أعظم من ساعات مع مجموعة كلهم يبكون وكلهم متأثرين، وأنت تعيش مع العقل الجمعي ومع الشحن الخارجي هذا. وفي العصر في رمضان ترى الناس كلها تقرأ القرآن، فتفتح المصحف وتشوفهم رايحين للتراويح وتذهب معهم وتعيش مع المجموعة. لكن هذه السنة ما في مجموعات، هذه السنة تعبد ربك بإكراه نفسك. إن كنت تعبد حقا وترضيه حقا، تصلي قيام الليل في بيتك لوحدك أو مع أهلك وزوجتك أو من عندك في البيت، أولادك، قراءة القرآن، ما في أحد يشحنك من الخارج، ما في مساجد، ما في تسمع الناس كلهم يقرؤون فتتحمس، لا، أنت ما في أحد يقولك افعل،
أنت تذهب وتفتح المصحف وتختم كل 3 أيام أو كل 7 أيام إرضاء لربك. هذا في نهاية الشهر سترى كيف الأثر. كل عبادة تعملها هذا العام فيها إكراه للنفس لإرضاء الرب، بدون شحن خارجي، بدون تأثر بالمجموعة، بدون البحث عن حظ النفس والروحانية والأجواء، هذه اللي تبقى. ماذا قال الله عن أهل بدر الذين هم خير أهل الأرض؟ قال وإن قال تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، خرجوا إلى بدر بهذه النفسية لكنهم أكرهوا النفوس لإرضاء الرب عز وجل. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا وصف الرب لهم. ثم صاروا البدريين، ولا يخفى عليكم أنهم أشرف أهل السماء الذين شاركوا من الملائكة وأشرف أهل الأرض. فأنا أقول لا يذهب وقتك الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ما ترى توجد وحزن، والحزن من الشيطان، التحزين من الشيطان، والتخويف من الشيطان دائما، والتفاؤل حسن الظن من الرحمن. وكثير من الإخوة خلاص انساق لهذا المجرى، الحزن الشديد والتوجد الشديد، وكأن انتهى. كما قال الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما أعظم أثر هذه الكلمة عليهم عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قف، هل أنت لنفسك ولا لربك؟ كن في مواجهة مع نفسك، مع ذاتك، مع داخلك. هذا أنفع درس في هذه الأزمة. كان كثير من الناس يسيرهم الناس وهم لا يشعرون، فيشعر أن وقته مزدحم. في الحقيقة الناس يمشون، هو يذهب مع هذا ويذهب مع هذا، والناس هم اللي مالين وقته بما ينفع ولا ينفع. الآن لما قيل وقف وامكث في بيتك وواجه نفسك واملأ فراغك بنفسك ومع أولادك ومع زوجتك، الآن هذا النافع، الآن هذا الذي يريد الله عز وجل. هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى المجموعة والدولة والأمة سنرى إن شاء الله أمر ما يخطر ببال من عز الإسلام والمسلمين بإذن الله عز وجل. فأنا أقول أيها الأخوة، لا يفوتنكم هذا الشهر ولا يفوتنكم هذه الأيام. هذه الأيام ربما لا تعود عليك إن بقيت عمرك كله. طوال الليل والنهار عندك فراغ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. حتى الذهاب لمصلحة العائلة الآن ممنوع منه، يعني إلا للضرورة. الذهاب للمساجد ممنوع منه، الذهاب الاجتماع مع الأخوة ممنوع منه، الاجتماع مع العائلات، المناسبات الاجتماعية، كل شيء ممنوع منه. قف الآن، عندك صلواتك، عندك مصحفك، عندك الوقت الزائد، كيف تستفيد منه؟ والله بعض الأخوة إن شاء الله يخرجون من هذه الأزمة قد تعلموا علوم، مهارات، أشياء مفيدة، مراجعات، أمور طيبة عميقة ما كانت تخطر على ولا كان تسنح له مثل هذه الفرصة. وبعض الإخوة يصبح ويمسي وهو على هذا الجوال ويتابع الأخبار ويتابع الإحصائيات وش اللي حصل وش اللي ما حصل، فتفوت هذه الفرصة. فأنا أقول أيها الأخوة، بقي بضعة أيام على رمضان، ولا ندري من يدرك ممن لا يدرك. لا يفوتنكم هذا الرمضان، فإني أرجو أن يكون أعمق وأنفع رمضان مر عليكم منذ ولدتكم أمهاتكم، إذا اتقيتم الله وميزتم بين حظوظ النفس وحق الرب جل وعلا، وبحثتم عن إرضاء الرب على كل حالة. إذا الرب جل وعلا أرادنا في المساجد في المساجد، أراد أن نكون في البيوت في البيوت، هو أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا. أهم شيء نرضيه على كل حال، كما قال عمر: لا أبالي على أي مطية أركبني ربي، لأن كل مطية لها عبادة تخصها، ولا أتمنى إلا المطية التي أركبني عليها. حتى لو أركبني على الفقر ما أتمنى الغنى، ولو أركبني على الغنى ما أتمنى الفقر، ولا الصحة والمرض ولا غيره. كل مطية يركبني ربي عليها أرضى بها وأبحث عن العبادة الخاصة بها. هذا المؤمن، هذا البصير، هذا الفطن الذي ينظر في مراد ربه وإرضاء ربه. أما حظوظ النفس والتوجد والحزن والتخويف، هذا كله من عمل الشيطان. يا أيها الإخوة، لا تفوتنكم هذه الأيام والليالي، لا تفوتنكم هذه الأيام والليالي، ولا تنجرفوا إلى ما لا ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك
وقبلها بنفس الحديث قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فكأن سائلا قال كيف أكون مؤمنا قويا؟ فقال احرص على ما ينفعك، احرص حرص شديد على ما ينفعك، وقطعا ستكف عما لا يعنيك، لأن ما ينفعك سيأخذ وقتك كله بهذا الحرص. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله، لا تقل أنا سأفعل، الله ليوفق ويعين ويقبل. ولا تعجز، لا تقل أنا لا أستطيع، أنت تستطيع أي شيء تريده وتستعين بالله وتأخذ أسبابه تستطيع، لا تعجز. وإن أصابك شيء أو فات عليك شيء لا تقل لو، حتى في أمور الدين أو الدنيا أي شيء يفوتك ويذهب الكلام في الماضي نقص في العقل، لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، استأنف العمل، كن مؤمنا قويا. ما أحرانا في هذه الأيام أن نتذكر هذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، نحن وإخواننا المسلمين، وأن يجعل، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعله أنفع رمضان مر علينا، وأكثره بركة، وأكثره إرضاء للرب عز وجل، وأكثره توبة وإخبات وإنابة ورجوع إلى الله وتبصر ومحاسبة للنفس واستقامة على الطريق وعزم على الاستمرار فيما يرضي الله عز وجل. نسأل الله أن نكون كذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.